أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل إنشاء حزب لمعارضة ولي الأمر أو ما يسمى المعارضة، هل هذا من الخروج ويعتبر خروج من منهج الخوارج؟ نعم، هذا هو منهج الخوارج، منازعة ولي الأمر، منازعة ولي الأمر وإنشاء حزب يعارضه، لا شك أن هذا خروج، نوع من الخروج على ولي الأمر. الواجب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.